نروح بقى مع حضراتكم انا وكريم دلوقتي للنادي الاهلي ونعرف من مراسلتنا سالة حامد اخبار النادي الاهلي دلوقتي. هي موجوده في المقر في الجزيره. يا سالة صباح الخير عليكي، مصبح عليكي انا وكريم، اتفضلي. بصبح عليك يا نهواند، وبصبح عليك يا كريم، وبصبح على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان، من هنا من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وتحديدا من أكتر مكان يعني قريب لقلوب جماهير النادي الأهلي، ملعب مختار التتش، عشان أنقل لكم كل الأخبار والأجواء المتعلقة بالنادي الأهلي والفريق الأول لكرة القدم والنشاط الرياضي. خليني في البداية أتكلم عن الأمور المتعلقة بالنادي الأهلي والجمعية العمومية ومجلس إدارة النادي الأهلي. النهاردة هيكون في اجتماع شهري لمجلس إدارة النادي الأهلي رئاسة الكابتن محمود الخطيب. الاجتماع النهاردة هيقام في تمام الساعة 5 مساء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان يناقشوا بعض الأمور والقرارات يعني اللي تخص النادي الأهلي أعضائه وجماهيره، وكمان عشان يناقشوا العديد من الملفات يعني سواء كان على الصعيد الإنشائي أو الصعيد الرياضي. الصعيد الإنشائي طبعا في فروع النادي الأهلي الثلاثة، فرع الجزيرة، الشيخ زايد ومدينة نصر. يعني شفنا نهواند الفترة الماضية شهدت يعني طفرة إنشائية كبيرة جدا في يعني فرع الجزيرة والشيخ زايد ومدينة نصر. فرع الجزيرة شفنا افتتاح البوابة الجديدة، وفي فرع الشيخ زايد شفنا افتتاح مجمع البنوك الوطنية. خليني بقى انتقل واروح الاخبار المتعلقه ب يعني الفريق الاول لكره القدم. الفريق النهارده هيكون في راحه سلبيه منحها المدير الفني بيتسو موسيماني للاعبيه بعد مباراه مصر المقصه. النادي الاهلي فاز على مصر المقصه بنتيجه 3-0، ويعني دي المره ال 47 في تاريخ النادي الاهلي ان هو يفوز في انطلاقه وبدايه موسم الدوري الجديد. يعني فوزه على مصر المقاصة ده رقم 47 في تاريخه. وبكرة إن شاء الله الفريق هيستأنف تدريباته يوم الأربعاء، التجمع هيكون الساعة 1 والتدريب هيكون الساعة 2 استعدادا لمواجهة غزل المحلة يوم الجمعة. المباراة هتقام في تمام الساعة 7:30 مساء على استاد الأهلي والسلام بدلا من استاد غزل المحلة. طبعا ده بعد قرار من الاتحاد المصري لكرة القدم بعد موافقة الفريقين أنه يتم اللي تقام يعني المباراة على استاد الأهلي والسلام. طبعا بنتمنى التوفيق لفريقنا فريق النادي الأهلي ومواصلة سلسلة انتصاراته. يعني شفنا الفترة الماضية سلسلة انتصارات بطولة دوري أبطال أفريقيا، كأس مصر، وفوزها على مصر المقصة في المباراة الافتتاحية، المباراة الأولى في الموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز. إن شاء الله يعني يفرح جماهير النادي الأهلي يوم الجمعة ويفوز على غزل المحلة في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز. خليني بقى انتقل واروح للاخبار المتعلقه بالنشاط الرياضي. امس سيدات النادي الاهلي لكره السله فازوا على الجزيره بنتيجه 87-63 في مباراه الذهاب في الدور الثمانيه من بطوله الدوري المرتبط، وبكده سيدات النادي الاهلي يعني بيحتاجوا بس لمباراة واحدة من مباراتين الإياب في بطولة الدوري المرتبط. أول مباراة يعني هتكون يوم الخميس القادم في تمام الساعة 6 مساء في مركز الشباب الجزيرة. يعني لو فازوا من مباراة واحدة من المباراتين هيتأهلوا لمباراة نصف نهائي من بطولة الدوري المرتبط. كمان رجال السلة بقيادة كابتن أشرف توفيق النهاردة إن شاء الله هيسافروا للإسماعيلية الساعة 2 لاستعدادنا لدخول معسكر مغلق لمواجهة نادي الزمالك في دور الربع النهائي من بطولة دوري المرتبط. يعني المباراة دي إن شاء الله هتقام يوم الخميس مساء الخميس على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية. كمان امس الاتحاد المصري لكره اليد يعني اجرى قرعه بطوله كاس مصر، ويعني اسفرت القرعه على ان النادي الاهلي هيواجه نادي الحوار في دور 32 من بطوله كاس مصر. ده طبعا بعد يعني ما مصر تنتهي من استضافه بطوله كاس العالم لكره اليد، واللي يعني هتقام في مصر ان شاء الله من يوم 13 حتى يوم 31 في يناير المقبل، الشهر المقبل ان شاء الله. يعني طبعا يعني بتمنى ان مصر تستضيف وتنظم البطوله دي يعني بشكل رائع وبشكل يعني يليق باسم مصر، وطبعا نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني في بطولة كاس العالم لكرة اليد. كمان يعني بنت النادي الاهلي ميار شريف اعلنت عن مشاركتها في بطولة الدوري المصري للتنس باسم النادي الاهلي، يعني من فترة يوم 13 حتى يوم 22 من يعني شهر ديسمبر الشهر الجاري. يعني دي كانت ابرز واهم الاخبار المتعلقة بالنادي الاهلي والفريق الاول لكرة القدم والنشاط الرياضي في مقر النادي الاهلي بالجزيرة. والآن العودة للاستوديو مرة أخرى، وإحنا بنشكرك جدا من الاستوديو أنا وكريم يا سالة على هذه التغطية، شكرا لك.